اهلا بكم في ترند. تشارك البحرين دول العالم والمنظمات الصحية العالمية والجهات الشركة الدولية باليوم العالمي لسلامة المرضى، واللي صادف 17 من سبتمبر تحت شعار سلامة العاملين الصحيين أولوية لضمان سلامة المرضى، اللي تم اختياره هذا العام في الوقت اللي تعد فيه جائحة كوفيد-19 من أكبر التحديات والتهديدات اللي واجهها العالم. وتضاء أبراج مرفأ البحرين المالي الخميس والجمعة الساعة 6:00 مساء باللون البرتقالي تضامنا مع دول العالم، وتلبية لدعوة مدير منظمة الصحة العالمية الذي دعا جميع الدول الأعضاء للاحتفال باليوم العالمي لسلامة المرضى نظرا لأهميته وتضامنا مع الكوادر الصحية العاملة في الصفوف الأولى خلال جائحة كورونا. على الرغم من خضوع المعلم السعودي محمد بن حسن الفيفي لجلسات الإشعاعات الكيماوية منذ 4 أشهر بسبب إصابته بالسرطان، إلا أنه يتواصل مع طلابه من داخل غرفته في أحد مستشفيات الرياض ليقدم لهم الدروس عن بعد في مادة اللغة العربية. وعن سبب استمراره في التعليم رغم المرض قال المعلم: أنا شغوف بمهنتي وأحاول مواكبة الجديد في التعليم، الطلاب أصبحوا جزءا من حياتي اليومية وأنا أستمتع بتعليمهم وتوجيههم. نتابع. مش معك؟ يا سلام، ممتازين. طيب الحين نقدر نحل صفحة 58 ولا لا؟ أيان ارجع لهم. أبيك تعلمني بأنواع الكلمة مرة ثانية. الكلمة أيوة. يا سلام عليك، ممتاز. طيب أبشر، أعطيك نجمة اليوم وأعطيك إعجاب بعد. طيب أحمد الغامدي. أحمد عطني مثال للاسم، شيء غير إنسان. تذكرة سفر مدى الحياة تم إهدائها لمولودة ولدت على متن طائرة تابعة لشركة مصر للطيران أثناء توجهها من القاهرة إلى لندن. قرر قائد الطائرة الهبوط اضطراريا في مدينة ميونخ الألمانية عندما تلقى بلاغ من طاقم الضيافة بوجود راكبة فاجأتها ألام الوضع، وذلك أثناء مرور الطائرة عبر الأجواء الألمانية، فطلب الهبوط الاضطراري، لكن الراكبة كانت قد وضعت مولودتها في الطائرة قبل الهبوط في مطار ميونخ. عبسي ونامق يتسببان في طلب زوجة الطلاق من زوجها، فلم تجد سيدة أردنية مخرج لمشكلتها إلا في طلب الطلاق بسبب إصرار زوجها على تسمية طفليهما التوأم باسمي شخصيتين كرتونيتين شهيرتين من أبطال المسلسل الكرتوني عدنان ولينا. الزوجة بلغ استياءها مداه من إصرار زوجها، واشتد الخلاف بينهما، الأمر الذي وجد صدى في مواقع التواصل الاجتماعي حيث تباينت التعليقات ما بين تضامن واستهزاء.
البعض من أولياء الأمور يجدون صعوبة في إقناع الأطفال بتناول الطعام أو بعض أنواعه، بينما وجدت أم يابانية حل للمشكلة اللي تعانيها مع بناتها الثلاث، فقد دمجت بين الفن الياباني وتنسيق أطباق الطعام اللي تعدها لبناتها، وقامت بمشاركة صور الأطباق على إنستغرام وحصدت إشادة كبيرة من قبل متابعيها. نتابع الصور. وبهالخبر نكون وصلنا معكم إلى ختام حلقة اليوم. أتمنى لكم نهاية أسبوع سعيدة. في أمان الله.